جددت وزارة الخارجية السودانية التأكيد على رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي بشأن سد النهضة بالبدء في عملية الملء دون التوصل لاتفاق، خاصة ما يتعلق بسلامة وتشغيل سد الروسيرس السوداني. وكانت مصر قد أعلنت مساء أمس أنها أحالت الملف إلى مجلس الأمن، وذلك بعد انهيار جديد في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت بدعوة سودانية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أزمة سد النهضة رسميا بين يدي مجلس الأمن في تعقد غير مسبوق للنزاع المائي، حيث أعلنت مصر مساء أمس عن تقدمها بطلب رسمي إلى المجلس تدعوه فيه إلى التدخل في أزمة السد من أجل تأكيد أهمية مواصلة التفاوض بحسن نية ووفقا لقواعد القانون الدولي، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية. جاءت الخطوة المصرية الأخيرة بعد تصريحات نارية من وزير الخارجية الإثيوبي يؤكد فيها أن بلاده ستقوم بملء السد سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، وهو تصريح الذي اعتبره مراقبون المسمار الأخير في نعش المفاوضات. لم يصدر الرد الرسمي من إثيوبيا على الخطوة المصرية حتى كتابة التقرير، إلا أن وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانا اليوم أكدت فيه على رفض السودان أي خطوة أحادية لملء السد دون التوصل إلى اتفاق، ولكن خلا البيان من إشارة واضحة إلى موقف الخرطوم من إحالة الأزمة لمجلس الأمن. وبعيدا عن التصعيد الإعلامي الذي شمل نقاشا حول خيار الحسم العسكري، كان من اللافت أن صرح الرئيس السيسي اليوم خلال تفقده للقوات بالمنطقة الغربية العسكرية بأن تحرك مصر إلى مجلس الأمن ينبع من حرص القاهرة على سلوك المسار الدبلوماسي حتى نهايته. أنا تحدثت معكم للشعب الأثيوبي في البرلمان منذ تقريبا 5 سنوات، وقلت نحن نقدر التنمية في إثيوبيا، وأيضا يجب أن تقدروا الحياة في مصر. وبينما تتعقد الأزمة تطرح أسئلة عدة حول وجود نية سياسية للأطراف الدولية لتدخل فاعل، وعما إذا كانت القاهرة ما زالت تحتفظ بخيار اللجوء إلى محكمة العدل الدولية كمحطة أخيرة في المسار السياسي. وينضم إلينا من اسطنبول دكتور خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة زكريا، وينضم إلينا من أديس أبابا محمد العروسي كاتب صحفي، وينضم إلينا من واشنطن بروفيسور دانيال سيروار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جون هوبينغتونز. أهلا بكم معايا وشرفتوني. وأبدأ معاك دكتور خيري، خلينا نبدأ من الموقف المصري، ووفقا للقانون الدولي إيه الآليات التي يمكن لمجلس الأمن التدخل بها لحل أزمة سد النهضة، ولأي مدى القرارات اللي ممكن يخرج بيها مجلس الأمن ممكن تكون ملزمة في قضية زي دي؟ أيوة، حسب ميثاق الأمم المتحدة يمكن أن يتدخل مجلس الأمن في من لأجل حفظ السلم والأمن الدوليين. وفي الوقت الحالي هناك جدل هل يمثل البدء الانفرادي لأثيوبيا حالة تهديد للسلم والأمن أم لا يمثل، وبالتالي بناء على هذا التعريف هناك جدل بأن يجتمع المجلس أم لا يجتمع، وبالتالي هذه مشكلة قانونية أو إشكال قانوني يمكن أن يحل بالتراضي إذا ما رغب مجلس الأمن في التصدي لهذا الموضوع لهذه الأزمة، أو أنه ينتظر تغيير الوضع بحيث يكون مهددا للسلم والأمن الدولي، خصوصا أن هناك تعريفات ترى أن الملء الانفرادي أو حجز جزء من المياه لا يمثل تهديدا، فبالتالي هذا قد يضطر مصر إلى اتخاذ خطوة أخرى بحيث أنها يمكن أن تظهر المشكلة على أنها تمثل نوعا من تحدي القانون أو تحدي القانون الدولي وتحدي المعاهدات الدولية، وبالتالي هنا المسألة أعتقد أنها تتجاوز مجلس الأمن وتتجاوز أيضا أو تتطلب الارتباط بالمعاهدات الدولية أو حالة النزاع إلى المعاهدات الدولية، وخصوصا معاهدة الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة المنفتحة سنة 97، بحيث أنها هي الإطار الأشمل لحل النزاعات حول المياه. وبالتالي إذا لم يتحرك مجلس الأمن وظهرت هناك مشكلات في تعريف
النزاع، هل هو نزاع يمكن حله بالطرق السلمية بدون اللجوء لمجلس الأمن، أو أنه يتصدى لهذه المسألة. بالتالي هذا قد يأخذ هذا التعريف وقتا، وبالتالي هنا يمكن النظر إلى ما قاله الرئيس السيسي اليوم في موضوع في خطابه في القيادة العسكرية للمنطقة الغربية. هو يمكن أن تتخذ مصر خطوة أخرى في رفع النزاع إلى مستوى يتجاوز مجلس الأمن، هل بالتحكيم لجوء التحكيم أو التلويح بلجوء التحكيم. لجوء التحكيم هي آليات المحكمة الدولية، هي بتتطلب أن تتوافق. دكتور خيري، سنعود مرة أخرى إلى لجوء مصر إذا كانت مصر تستطيع التوجه إلى محكمة العدل الدولية. ولكن تاني أسأل سيد محمد، وأهلا بك معايا مرة أخرى، وخلينا نبدأ أن إثيوبيا حتى الآن لم يصدر عنها رد فعل رسمي عن توجه مصر إلى مجلس الأمن. في رأيك يعني كيف تنظر إثيوبيا إلى هذا التطور؟ باعتقادي أن إثيوبيا مسؤولة بتحقيق ما قامت به سد النهضة هي على التزام بكافة المعايير، تلك المعايير التي تضمن السد أو تلك المعايير الأخلاقية التي تراقب كانت تراعيها ولا تستطيع هذه المعايير الأخلاقية أو من خلال حفاظ الدوليين الخبراء حتى أولئك مشروع سد النهضة. طيب سيد محمد، للأسف أنا لا أستطيع أن أسمعك بوضوح، فإلى حين إصلاح الاتصال أعود إلى بروفيسور دانيال، وأهلا بك معايا مرة أخرى بروفيسور دانيال. والآن بعد توجه مصر بالفعل إلى مجلس الأمن، هل تتوقع أن تتوجه أمريكا إلى بدء في خطوات جادة داخل المجلس لدعم قضية سد النهضة ولدعم موقف مصر؟ إن الولايات المتحدة قد كانت داعمة لهذه المفاوضات، ولكنني أعتقد أن القضية هنا أنه ليس عندنا أي سبب، really don't apply in the current situation. Ethiopia literally owes this dam to the Ethiopian people who paid for it. And I think it would be politically very unwise for them to yield in any significant way. I think it's important also that the power balance between... أعتقد أن هنالك مشكلة أخرى تتعلق ب... And it's rather strange for Egypt to go to the... Security Council complaining about a threat to international peace and security that it itself would create. طيب من الواضح يعني بالعودة مرة أخرى دكتور خيري، بالعودة مرة أخرى إليك، وكنت بتتحدث عن محكمة العدل الدولية، هل في رأيك من الوارد أن تتوجه مصر إلى محكمة العدل الدولية بالفعل؟ هو مصر أعتقد أنها سوف تسعى بكل الطرق الدبلوماسية الممكنة، سواء ما يوفرها الإطار السياسي والعلاقات السياسية بين مصر ودول أخرى، أو باللجوء للنظم القضائية المتاحة بالخاصة بنزعات المياه أو التحكيم بشكل عام. هذه الإجراءات سوف تبدأ، أعتقد أن مصر سوف تبدأ بها، وخصوصا ما يرتبط بعرض القضية على الاتحاد الأفريقي ودول إقليمية أخرى، يعني توطئة لخلق مناخ للتعريف بالحقوق المصرية أو بالحقوق المتشاركة على مياه النيل الأزرق. لكن ما يتعلق بالتحكيم الدولي هو يحتاج إلى توافق الدول المنخرطة في النزاع على اللجوء للمحكمة الدولية، هذا من الشروط الشكلية للجوء للتحكيم الدولي. يعني للجوء للتحكيم الدولي لازم الثلاث دول يوافقوا ان هم يلجؤوا للتحكيم الدولي، مصر والسودان واثيوبيا. هذا من الشروط الشكلية للمحكمة او لجوء المحكمة، وهذا لا يتعلق بالاتفاق الاطاري، يعني المادة 10 هذا لا يتعلق بها، هو يتعلق بقوانين المحكمة نفسها.
وهذا في حالة إذا تعذرت الوسائل الدبلوماسية الأخرى. وبالتالي هنا المشكلة إذا كان هناك ملء 5 مليار متر مكعب هذا العام، وبالتالي النزاع يمكن أن يمتد إلى سنة أخرى لا تمثل في حد ذاتها مخاطر، لكن يمكن أن لمصر أن تستعد دبلوماسيا في هذا الموضوع في نظرتها لحل النزاع. ويمكن أيضا كما تحدثت هناك مصر هناك استعدادات عسكرية أيضا يمكن أن تكون هي الخط الدفاع الأخير بالنسبة لأزمة المياه مع أثيوبيا. لكن في التسلسل الدبلوماسي للسياسة المصرية هو لا يرغب في أن تكون الحلول العنيفة أو الحلول التي تسبب تهديدا للسلم والأمن الدولي هي الحل الأول. يعني الاعتبارات كثيرة، الاعتبارات عدم وجود حدود مشتركة، الاعتبارات أن الدخول في النزاعات بالطريقة العسكرية هي تستنزف وقتا طويلا وتكلفة أيضا، ونواتج عدم الاستقرار عنها بتكون وخيمة في بعض الحالات. وبالتالي يكون على دور على مجلس الأمن الاطلاع بدور مهم في اعتبار أن المشكلة يمكن أن تؤدي لتهديد للسلم والأمن الدوليين. وبالتالي إذا سكت وقال أن التعامل معها على مشكلة نزاع وفقا للفصل السادس أو المادة 35، فبالتالي هنا المشكلة يمكن أن تتفاقم وتخرج عن نطاق مجلس الأمن وتخرج في وتتحول إلى مسألة تنافس دولي أو صراع إقليمي لا يمكن التحكم بنتائجه. يعني العلاقات بين دول شرق أفريقيا ومصر والسودان ودول منابع النيل كلها هناك اتفاقات ما تزال يعني غير واضحة الإطار وتحتاج إلى تصديقات. يعني إطار عن تيبي أيضا يحتاج إلى وضوح في إطاره القانوني بحيث يكون في النهاية معبرا عن المصالح المشتركة لدول حوض النيل بأكمله وليس النيل الأزرق فقط. وبالتالي هنا القضية الأساسية أمام مصر هي كيف تثبت حقها بالطرق السلمية أو بالطرق الدبلوماسية. وبالتالي إذا كان هناك عدم استطاعة أو عدم تجاوب دولي فإن بالمسألة الحياة بالنسبة لمصر قد تدفعها إلى البحث في خيارات أخرى يمكن أن تكون غير مرضية أو للاستقرار الإقليمي أو غير مواتية للاستقرار السياسي في منطقة. نتمنى دكتور خيري أن احنا ما نوصلش لهذه النقطة، وخليني أعود مرة أخرى. نتمنى كلنا يعني بالتأكيد بالتأكيد وأعود مرة أخرى سيد محمد، ويعني أعيد سؤالي مرة أخرى لأن للأسف ما كانش صوتك واضح فيها المرة الأولى. وحتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي من إثيوبيا على توجه مصر إلى مجلس الأمن. في توقعاتك يعني ممكن يكون إيه اللي بيدور داخل الأروقة في إثيوبيا؟ طبعا أحييك سيدك الكرام، أول أفيدك بأن إثيوبيا راضية في بناء السد، تلتفت لما يسمى بالخيارات الأخرى ولا بالخط الدفاعي الأول أو الخط الدفاعي الأخير كما تسمى. إثيوبيا ماضية بالتزامها بكافة المعايير الإخلاقية التي توجب عليها أن تجلس في هذه المفاوضات وتدعو الأشقاء إليها لتسمعهم الحلول وتقترح عليهم هذه. لم تأتي إثيوبيا إلى هذه المفاوضات لأجل تلقي الأوامر، لم تأتي إثيوبيا إلى هذه المفاوضات لتسلم هي مطلقة لصك الأشقاء في جمهورية مصر على مياه الأزرق. إثيوبيا إلى هذا إلى المفاوضات لأجل أن تصل إلى حل هذه أن طيب أستاذ محمد، أنا للأسف لازلنا نعاني من مشاكل في الصوت، فبالعودة مرة أخرى للدكتور خيري. دكتور خيري يعني على حسب ما استطعت أنا أفهم من أستاذ محمد هو بيقول أن إثيوبيا أتت يعني بالخير ولا تريد أن تفرض سيطرتها، فيعني وان المفاوضات كانت بتجري يعني كانت بتمد يدها بالخير على حسب ما فهمت. فهل ده راي حضرتك ايضا دكتور خيري؟ يعني اذا كانت اثيوبيا تعترف بالاتفاقات الدوليه وان هناك قاعده للتوارث في القانون الدولي فهذا جيد، انما ما هو مؤسف هو انها حتى تريد ان تصنع قواعد قانونيه غير ملزمه لها.
يعني هي فكرة الهيمنة على المياه وعلى النهر أو السيادة على النهر هي التي تشغل بال أو الأثيوبي أو الثقافة الأثيوبية. يعني هو الأمر أبعد من إطار قانوني، هم يعتبرون أن النهر هو يعني نهر أثيوبي، وبالتالي هم يتحكمون فيه بهذا الشكل، وهم بالتالي يحددون ماذا يقررون وماذا يتركون وماذا يأخذون. وهذه هي القضية، هي الإشكال الأساسي في الخلاف بين مصر والسودان وأثيوبيا من جهة. يعني هي هذه المسألة، إذا كانت أثيوبيا تدخل بهذه الذهنية لمفاوضات أو لمسائل استراتيجية ومسألة حياة وزراعة وتنمية، إذا كانت تدخل بهذه الذهنية إلى هذه الموضوعات، فبالتالي أنا أعتقد أن الالتقاء في منتصف الطريق صار غير ممكنا. وبالتالي خطوط الدفاع الأخرى لكل دولة أن تحافظ على أو أن تحدد خطوط الدفاع الخاصة بها، وحدود الأمن المائي وحدود الأمن الحياة وحدود التنمية التي تتطلبها. يعني هي المفاوضات منذ عام 2015 وحتى الآن، يعني هي كانت أثيوبيا تريد أن تسير بعملية البناء وعملية ثم عملية التخزين بطريقة يعني تتصرف بها كأنها ملكية خاصة لا تخضع لأي نظام قانوني. ومن هنا المسألة، إذا كان يعني أثيوبيا تتكلم بهذه النظرة الأحادية أو المصلحة الأحادية وليس المصالح المشتركة، فهذا لم يوجد في أي نظام قانوني للأنهار على مستوى العالم، بحيث أن فكرة دولة تحتكر الموارد الخاصة بالنهر وتتصرف بها كيفما تشاء دون الاعتبار لأي مصالح دول أخرى، وتحتجز ما تشاء هل سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات هي تقرر هذا. أعتقد أن هذا يعني يمثل سابقة في التعامل الدولي أو في التعامل على مياه الأنهار وتوزيع الحصص الخاصة بها، أو تقدير ما هي مصلحة الطرف الآخر، وأيضا هي تقدر مدى الضرر، لأنها لا تلحق ضررا جسيما، فالضرر الجسيم هو يخضع للتعريف الأثيوبي بغض النظر عن ما يحدث بالفعل من بوار الأراضي على أرض الواقع في المياه على أرض الواقع. وبالتالي هنا المسألة أعتقد هو هذه كلها قلب الخلاف بين الدول الثلاث. وبالتالي أعتقد أن إذا لم يستطع أو إذا لم يرغب مجلس الأمن في الدخول في هذه الأزمة في المرحلة الحالية، فإنه يفتح الباب لحلول أخرى أو يفتح للباب أمام الدول أنها تتصرف في حق الدفاع الشرعي عن مصالحها بكل الطرق التي تراها مناسبة. نعم دكتور خيري. وبالتالي هناك كثير من ابقى معي دكتور خيري وننتقل إلى واشنطن وبروفيسور دانيال. ويعني كل اللي تابع المفاوضات الجارية في مطلع هذا العام في واشنطن فوجئ بانسحاب إثيوبيا في اللحظة الأخيرة، يعني رغم أن هي وافقت على العديد من الشروط وكانت في البداية تبدو وكانت أنها كانت متعاونة. في رأيك لماذا لم تتخذ أمريكا موقف حاسم مع إثيوبيا وقتها لعودتها مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات؟ لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندها السلطة للقيام بذلك، وأعتقد أن الأثيوبيين هم أصحاب القرار هنا، ولقد أصبحوا هم أقوى مما كانوا عليه في الماضي، وهم من يكون مسؤولا أمام شعبهم الذي دفع تكاليف بناء هذا السد، وهم يحاولون أن يظهروا أمام شعبهم بأنهم عندهم موقف أقوى، ولكن هذا الموقف قد يكون تهديدا للأمن والسلم الدولي. إثيوبيا لن تخلق هذا التهديد، ولكن مصر تحاول أن تلمح إلى هذا التهديد، وعبر ذلك فإنها قد رفعت القضية وأحالتها إلى مجلس الأمن الدولي. أما بالنسبة للأمريكيين فإن الأمريكيين داعمون للقضية جدا، وأعتقد أن المصريين يجب أن يستعملوها إذا كان عندهم الأسباب الكافية، ولكن لا أعتقد أن عندهم رافعة يمكن أن يضغطوا عليها على الأثيوبيين من أجل أن يهتم الأثيوبيون للمصالح المصرية. طيب العودة مرة أخرى إلى أديس أبابا والكاتب محمد العروسي. أتمنى أستاذ محمد أتمنى تكون سمعني دلوقتي أفضل وأكون سمع حضرتك.
نعم أسمعك جيدا الآن. خلينا نبدأ أن الدول الثلاثة في مفاوضات منذ عدة أعوام، والحقيقة المفاوضات كانت من تعثر إلى تعثر ومن فشل إلى فشل، وجرت العادة في الأحوال الدولية في مثل هذه الأمور أن الدول تلجأ إلى أطراف أخرى، وبالفعل وافقت أثيوبيا في البداية على وجود المفاوضات في واشنطن، ووافقت أن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي يكتبوا المسودة للاتفاق، ومع ذلك تراجعت في اللحظة الأخيرة، وزي ما بنشوفها في اللحظة الأخيرة الآن بتتراجع أيضا على التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان. في رأيك لماذا كل هذا المشهد؟ طبعا عندما نقرر بأن إثيوبيا لجأت إلى المفاوضات ووافقت عليها فنحن نعني بأن إثيوبيا أبدت حسن النوايا منذ بداية الأزمة، هذا أمر. لجوء إثيوبيا إلى واشنطن أو قبولها بمفاوضات واشنطن هو لتطييب خاطر الجانب المصري ولإبداء المرونة، وعندما ذهبت إثيوبيا إلى هذه المفاوضات بحسن النوايا أرادت أطراف المفاوضات أن تخرج، بعض أطراف المفاوضات أن تخرج بهذه المفاوضات عن مسارها، فأرادوا أن يملوا على الجانب الإثيوبي وينتزعوا التوقيع من الجانب الإثيوبي حتى على الرغم من المصالح التي تم اعتبارها سابقا في المفاوضات السابقة. المسؤولون عن إفشال المفاوضات هم أولئك الذين يتهمون إثيوبيا بالتعنت، وهم الذين يدولون القضية بينما يجلسون في اليوم نفسه للمفاوضات العبثية التي يحاولون أن يجعلوها كذلك. إثيوبيا لم تقبل بكل هذه المشاهد وآثرت أن تواصل هذا البناء وهذا التشييد لسد النهضة في ظل استمرار المفاوضات، ودعت وأخبرت الجانب المصري والجانب السوداني بأننا سنملأ الخزان، ومن قبلها بأننا سننشئ سد النهضة بهذه المعايير. أطلعتهم على كافة المعايير التي بني عليها السد. لم ينفع ذلك معهم، فأرادوا أن يدولوا. سيد محمد، يعني خليني أرد على حضرتك، هي أطلعتهم على المعايير لكن في النهاية مش المعايير هي محل الخلاف، يعني في نقاط معينة محددة هي محل الخلاف، وزي ما الرئيس السيسي من البداية قال إحنا مع حق إثيوبيا في التنمية، وإلى الآن النهاردة كرر نفس الجملة وقال أيضا إحنا مع حق إثيوبيا في التنمية، ومصر وقعت من البداية أيضا بحسن النية في مارس 2015 وقالت السد حقق إثيوبيا في التنمية، وفي النهاردة برضو بنقف عند نقاط خلافية زي مثلا أن عدد السنوات ملء سد النهضة، زي أن وجود استراتيجية محددة لإزاي اللي هيتم بعد سد النهضة وبعد ملء السد وإلى آخره. فإثيوبيا شايفة فين التعنت؟ شايفة فين التعنت المصري؟ سيدتي الكريمة، أنت تعلمين وأنا أعلم والضيوف والمشاهدون يعلمون جيدا بأن القاهرة لم توافق أول ما وافقت على سد النهضة هو بعد أن قامت إثيوبيا ببناء السد، فقد كانت تعارض السد في أول مراحله، وقد كانت تتبنى سياسة ولا زالت تتبنى هذه السياسة، وعندما انتصرت إثيوبيا على كل هذه التحديات وأنشأت سد النهضة بأموال شعبها أرادت القاهرة أن تكون حجر عثرة أمام هذه المشاريع، واليوم تأتي لتقول لنا أنها مع التنمية لإثيوبيا. نحن لا نستمد حقوقنا من أحد، نحن نأخذ حقوقنا التي يكفلها لنا القانون الدولي، تكفلها أستاذ محمد. إزاي يعني أي تفسير حضرتك لحضرتك بتقول أن القاهرة أصبحت عثرة في وصول إثيوبيا إلى التنمية؟ إيه تفسير حضرتك إزاي القاهرة أصبحت عثرة؟ أولا القاهرة هي التي جففت منابع الدعم لإثيوبيا والتي كانت تلجأ إليها إثيوبيا لبناء مشاريعها، فأثرت عليها القاهرة بنفوذها فحرمتها، وهذا الكلام واضح من كلام معالي السيد وزير الخارجية قبل أيام الذي أكد بأن القاهرة حاولت عرقلة مشروع سد النهضة، حاولت منعه من قيامه، حاولت أن تعرقله بعد أن بدأ،
حاولت أن تفشل المفاوضات التي تتعلق بشأنه، يدها الأولى في المفاوضات والأخرى في واشنطن للتحريض على إثيوبيا. القاهرة للأسف الشديد حاولت أن تنتهج هذا النهج الذي يحاول إقضاء إثيوبيا وإرغامها على أن تفرط في حقوقها ومقدراتها. لن يقبل الإثيوبيون على الإطلاق. أستاذ محمد، حضرتك بتحكي في نقاط، خلينا نقول أن حضرتك بتحكي في نقاط تمت في الماضي. الآن وبعد توقيع في مارس 2015 اتفاق المبادئ، وبعد النقاط وبعد المفاوضات اللي مرت عليها 8 سنوات ويمكن أكثر حتى الآن، ماذا تريد إثيوبيا؟ إثيوبيا تريد أن يتوصل الأشقاء جميعا، المصريون والسودانيون والإثيوبيون، بتوافق وحسن نوايا إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الأطراف الثلاثة. فإذا ما رفض طرف من الأطراف هذه المفاوضات وأراد أن يفرض الأوامر فليلجأ إلى حيث اختار، إلى مجلس الأمن الدولي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فإن كان يرى بأن تلك الأطراف لها سيطرة عليها، فليعلم بأن إثيوبيا دولة ذات سيادة مستقلة. علاقاتنا التي تجمعنا مع الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي هي أكبر من أن تتأثر بمثل هذه المواقف العابرة التي تنتهجها القاهرة لتشويه الموقف الإثيوبي. نحن ندعو الأشقاء في القاهرة إلى أن يتفهموا الأمر بشكل جيد. هم يعلمون تماما بأن الملء الأول لخزان سد النهضة لا يشكل أي ضرر عليهم. هذا ما يقوله مسؤولهم ويقوله الخبراء الذين يعارضون سد النهضة من الأساس. فلماذا تحاول القاهرة أن تبقم هذه المسألة، مسألة الملء الأول، وتحاول أن تدول القضية، رغم أن اتفاقية إعلان المبادئ في المادة 10 تؤكد على أن التخاصم أو التقاضي إنما يكون بالتوافق بين الدول الثلاثة. فهي تنقض البند تلو البند وتخالف القوانين تلو القوانين لتجعل من أثيوبيا خارجة عن القانون وخارجة عن نطاق. وصلت فكرتك سيد محمد، بنشكرك، كنت معنا عبر الهاتف من أديس أبابا الكاتب محمد العروسي. شرفتنا أستاذ محمد، وبالعودة مرة أخرى دكتور خيري، وأتمنى أن حضرتك كنت سامع الزميل محمد العروسي الإعلامي والسياسي من أديس أبابا. لو لديك تعليق يريد أكون بنسمعك يا فندم. لا، هي بس إذا كان هناك كلام عن الالتزام بحسن النية، يعني كان من المفترض أن تنتظر أثيوبيا في عملية التشييد حتى تنتهي الدراسات الفنية، وهذا الجانب لم تلتزم به أثيوبيا على الإطلاق. وأن المعلومات الفنية حول السد وطريقة تصميمه ومعامل الأمان فيه هي غير واضحة أو غير معلنة، هي قد تكون معلومة للدول بشكل ما لكنها ليست معلنة بشكل رسمي. وبالتالي هنا مبدأ حسن النية غير متوافر بشكل تام. وبالتالي هنا أعد أكرر النقطة مرة أخرى، هو أن أثيوبيا تريد أن تنشئ نظاما قانونيا هي تقترحه وتفرضه على النيل الأزرق، وهذا يعني أعتقد أنه يشكل سابقة في التعامل الدولي على المياه وتقاسمها وإدارة المشتركة للأنهار. أما فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة، فعندما نرجع للوراء أن هيرمان كوهين هو الذي أدار عملية إسقاط نظام مانجستو وأدار أيضا تشكيل النظام الفيدرالية الإثنية، وبالتالي الحديث عن أن الولايات المتحدة لا تستطيع أو تتدخل في السيادة الإثيوبية، هي صناعة النظام الإثيوبي أصلا. في تقدير أن الولايات المتحدة لا ترغب في التدخل وتحاول ابتزاز الأطراف المختلفة على أكبر قدر ممكن بحيث أن تكون مسيطرة في إضعاف مصر وأيضا السيطرة على أثيوبيا أو المصالح الأثيوبية. هم يريدون أن تكون أثيوبيا دولة إقليمية كبيرة في الشرق الأفريقي، سواء أثرت على مصر أو لم تؤثر، لكن التفكير الحالي هو أن تكون مصر تحت الضغوط الأثيوبية بشكل مستمر. هذه هي النقطة الأساسية أو الإطار الأوسع لمفاوضات حول
النيل الأزرق أو سد النهضة هو جزء من هذه التصورات السياسية كلها. بالتالي أن مصر سوف ليس أمامها فقط إلا أنها تغير الوضع السياسي بحيث أن يظهر إما أن تكون هناك إطار قانوني واضح يتوافق مع المؤهلات الدولية أو الاتفاقيات الدولية، أو أنها تغير الوضع بحيث أن يكون مهددا للسلم والأمن حتى يستجيب مجلس الأمن الدولي. وبالتالي هنا الخيارات تضيق مع الوقت، يعني ترك الأمور على هذا النحو أعتقد أنه لا يفيد الأطراف كلها، وهناك إدراك دائم مستمر لدى السودان ولدى مصر أيضا بأن الحرب سوف تكون خسارة، تشكل خسارة للجميع أو لا تساعد على التلاؤم أو الاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، وخصوصا أن هناك تداخل سكاني كبير بين القبائل والجماعات الإثنية في السودان وأثيوبيا وإريتريا وغيره، وأن المشكلة الإثيوبية أيضا هي مع كينيا، يعني ليس فقط مع مصر. وبالتالي فكرة أن الإثيوبيا تعتبر نفسها أنها المصدر الوحيد للمياه وأن المياه التي تنبع من الهضبة الإثيوبية هي ملك خاص بها سواء في تعاملها مع كينيا أو السودان أو إريتريا سد التركيزي ومصر أيضا، فبالتالي هنا أعتقد القضية أعمق بكثير. لكن التعامل الدولي وأيضا التعنت الإثيوبي هو يدفع الأمور في اتجاه واحد كما أرى. يعني بالعودة مرة أخرى إلى واشنطن بروفيسور دانيال، وزي ما واضح من كلام دكتور خيري أن الأمور تدفع إلى اتجاه واحد، يعني إذا وصلنا إلى نقطة أن إثيوبيا بدأت بالفعل في بدء السد وأن لم يعد هناك خيارات أمام القاهرة غير الخيار العسكري، ماذا سيكون الموقف الأمريكي حينها؟ لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بأي شيء، لأنني لا أعتقد بأن مصر عندها خيار عسكري أصلا، وهذا الكلام غير صحيح. إن إثيوبيا قوية نوعا ما، ولا يوجد عند مصر أي طريقة للوصول إلى النصر، وحتى إذا وصلت إلى السد فإنها لن تستطيع تدميره تدميرا كبيرا. وعندما تهدد مصر بذلك فإن هذا الأمر بحد ذاته هو تهديد للأمن والسلم الدوليين. أعتقد أن الأثيوبيين قد فهموا بأن ملء السد حاليا ليس مشكلة بالنسبة لمصر وبالنسبة للنيل، ولكن المشكلة الحقيقية تأتي من في سنوات الجفاف عندما لا يكون هنالك مياه كافية. ولهذا يجب أن نفكر مثلا من يقرر كم ستكون كمية المياه التي سوف تجري في النيل في سنوات الجفاف. هذا الأمر له تداعيات مهمة جدا بالنسبة للقاهرة، ولكن القضية لا يجب أن تحل بصورة مباشرة، ولكن يجب أن تحل عبر المفاوضات والمباحثات المستمرة. بنشكرك، كنت معنا من واشنطن بروفيسور دانيال سروار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جون هوبكنز، وكنت معنا من اسطنبول دكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سكرية. شكرا لكم، شرفتوني.